الآن يا شباب راح نرسم الـ ALU اللي هو الـ Arithmetic Logic Shift Unit لـ 3 bits. أوكي؟ يعني بدي أصمم أوكي ALU لـ 3 bits. طيب. يعني بتتعمل operation بين A0 و A1 و A2 بين الـ A وبين الـ B اللي هو B0 B1 B2. شو راح يطلع لي؟ F0 F1 F2. اوكي؟ وهون الـ operation. فبدي تشتغل حسب هذا التيبل. اوكي؟ فبالتالي هاي الرسم اللي امامي قلت لكم نكررها 3 مرات لانه بدنا نعمل احنا اوكي الـ ALU هاي تشتغل اللي هو او الـ ALU تاعتي هي 3 bit ALU. طيب وبالتالي بكل بساطة راح نكون عندنا اوكي 3 نسخ من هاي لان هاي معمولة بدلالة الاي. اول واحدة شو بفوت عليها؟ بفوت عليها هون A0 وB0 وشو بتطلع لي هون؟ F0. ممتاز، اذا A0 B0 F0. طيب الان شو راح تكون يا شباب هنا الكري ان هاي السي اي لاول يونت اسمها سي ان، اذا هون راح افوت انا السي ان، السي ان الاولى. طيب ممتاز، طيب الكري اوت اللي بيطلع هون راح يطلع، انتبهوا هاي بتعمل لي 1 بت فراح يطلع لي كري اوت منها، فوين بدخل هالكري اوت يا شباب؟ سي ان اللي تحتها. ايوه بالضبط، بدخل هاي الكري اوت على وين؟ على السي ان اللي هون. تمام، وهاي الكري بدخلها وين؟ على الكري اوت من البت الثانيه، بدخلها على الكري ان للبت الثالثه. والكري اوت تاي السي اي بلس 1 تاع اخر بت راح تكون الكري اوت الاخيره. تمام، طيب هسه لو قلت لكم طيب هاي ال اي اي ماينس ال اي اي بلس 1 هاي شو راح تكون يا شباب؟ اي اي بلس 1 اللي هو هاي يعني ما هي A0 A1 تمام. طيب الـ AI minus 1 شو راح تكون هاي؟ الـ IR. أيوة الـ IR بالضبط، راح تكون الـ Input Right أو الـ Serial Input Right. ممتاز صح؟ طيب خلص، وللبت الثاني نفس الاشي وللثالثة نفس الاشي، وبالتالي راح يكون هون برضه هون هاي بي اي وسي اي. طبعا هون هاي للبت رقم 1 وهون هاي الرسمة للبت رقم 0 وهاي الرسمة للبت رقم 012. وبالتالي هون راح يكون هاي بي اي يعني ايش؟ يعني بي 1، اي اي يعني اي 1 بدخل عليها. طيب اي اي هنا راح تكون F1 وهون نفس الاشي، هاي راح تكون ال F2 اللي هو هيها، وهاي عبارة عن ال BI اللي هو عبارة عن ال B2، وهاي عبارة عن ال H ال A2. طيب يلا احكوا لي عن هيها AI minus 1. ممتاز، إذا هاي ال I هنا 1 AI minus 1 يعني A0، بتجيب الـ A0 بتجيب الـ A0 بدخله هون. طب AI plus 1 اللي هو عبارة عن إيش؟ A2. طيب للي تحت، للي تحتيها AI minus 1 شو راح تكون؟ الـ I2. AI minus 1 يعني A1. طب الـ AI plus 1 الـ IL. الـ I بالضبط، الـ IL. خلص هاي الرسمة تاعتنا. تمام. الآن بالنسبة للسلكتر S0 S1 راح يختار الأوبريشن بالأريثمتيك. طبعا
بالتعاون مع السي ان اكيد. تمام، وبالتالي راح يختار لي الاريثمتيك المناسب، وكمان هو S0 S1 راح يختار لي اللوجيك المناسب من الأربع لوجيك اللي عملناهن إذا ذاكرين. تمام، أيوة. الآن راح يطلع ناتج، طبعا يا ناتج أريثمتيك يا ناتج لوجيك يا ناتج شيفت تون. الآن هذا الماكس راح يختار لي واحدة من هذول الأربعة، يعني يا ناتج الأريثمتيك اللي بطلع أو ناتج اللوجيك اللي بطلع أو ناتج الشيفت رايت أو الشيفت ليفت. فبالتالي كان عندي ماكس 4:1. وبالتالي يا شباب هاي السيركت اللي هون موجودة أمامي، هاي اللي أنا بنيتها، هاي أوكي، هاي عبارة عن سيركت اللي هو ALU أو 3-bit ALU. بدي تتبعوا ليها أنتو، أوكي، حاولوا بلا بالبيت ارسموها على ورقة لحال هيك ماشي، وشوفوا الأرثمتك سيركت واللوجيك سيركت اللي بنيناها نرجعوا لهن السابقات ماشي، وتشوفوا هذول الحالات، تتبعوا هذول الحالات على الرسمة هاي اللي أمامنا.